السلام عليكم. هناك ميزة رائعة في استراتيجية المحيط الأزرق إخواني الأفاضل، وهي أنها تعمل على استغلال الطلب الجديد، بينما استراتيجية المحيط الأحمر تعمل على استغلال الطلب الحالي. فإذا أحببت أن توسع من دائرة عملائك وأن تكبر من الحصة السوقية الخاصة بشركتك، مشروعك أو منظمتك، فعليك أن تتبنى مفهوم استراتيجية المحيط الأزرق لبناء عملاء جدد إخواني الأفاضل أو إيجاد طلب جديد، وبالتالي تزيد من حصتك السوقية، واكسر حاجز المحيط الأحمر الذي أنت متقوقع به أخي الفاضل، وتبنى هذه الاستراتيجية من أجل نمو وأرباح وإيرادات أكثر وأعلى. وخليك معي في هذه السلسلة إن شاء الله معلومة عن استراتيجية المحيط الأزرق كل يوم بإذن الله تعالى على الانستغرام الخاص بي والقناة، وخلينا إن شاء الله نتبع مع بعض من أجل تطوير البزنس الخاص بنا والمشاريع والأعمال لهذه السلام.